أروع كيكة لمريض السكر لكيتو دايت بدون أي نوع دقيق. جوز الهند 250 جرام نطحنه جيد، بنوضع زبدة 50 جرام، وبنوضع بيض عدد 4، وبنوضع معلقة صغيرة بكربونات الصودا أو صودا الخبز. بديل السكر، النوع والكمية هو اختياري، أنا وضعت ستيفيا معلقة كبيرة. بنبشر البرتقال وبنقلب المكونات جيد، بنضعها على ورق زبدة أو بندهان القالب أي نوع دهون. بلو باري هو اختياري، قليل من بلو باري. بنحمل الفرن مسبقا 180 درجة مئوية، الأعلى والأسفل نضعها بالرف الأوسط 30 دقيقة. بنفحصها بعود الأسنان، وعند ما تنضج بنغلق الحرارة ونتركها داخل الفرن لمدة نصف ساعة حتى تبرد داخل الفرن، وهيك أصبحت جاهزة أكثر من روعة. عندي 1000 وصفة صحية، المهتم بالغذاء الصحي يشترك حتى يوصلكم كل جديد. خلينا نتذوقها. الله الله، صراحة الطعم كتير روعة. يا أمان الله.